Quand je suis fatigué, l'arabe ne sort pas. On a déjà eu. Aywa kon goul had match kon ci sayal flawul kon match sayba bzaf gudam wahid farq mazembe ki farq champion o dirna le maximum bach bach rebh had match hada lekin baqina le match tani w deuxième match inshallah ndirou ay haja bach ndouzou fi groupe inshallah nhiyi el la'ibin ala el qitaliya dialhom w had natija sarahatan ijabiya. نتمنى وان شاء الله اننا نتوفقوا في مقابله الروتون ان شاء الله. وبالنسبه للنقاش يعني تتبقى مساله اختيارات المدرب تنحترمها. Creo que hemos visto un gran Wydad. Je crois qu'on a vu un grand Wydad. Sobre todo en la primera 45 minutos. Surtout les premières 45 minutes. Donde merecemos algo más que solo un gol. On a mérité quelque chose de plus que seulement un but. يعني الشوط الاول يعني بقينا الشوط الثاني الحمد لله داكشي اللي كنا عازمين عليه حقناه النتيجه تبقى ايجابيه ولكن ما غادي نلقاو صعوبات كبيره داك في الكونغو يعني كلشي كيعرف ان داك الفريق طيبي مازيمبي يعني كيفاش كيلعب في الميدان ديالو يعني تتكون واحد الطقوس داك زعما خاصه به الحمد لله غادي نحاولوا باش نديروا الامور ديالنا ان شاء الله وداك زعما باش ناخذوا داك البطاقه ديال التاهل ان شاء الله. فريق وداد البيضاوي ما كيخلعوا حتى شي فريق حيت فريق وداد البيضاوي الالقاب ديالو كتهضر عليه. فرق وداد البيضاوي هو كي الناس كتضرب لي الف حساب وحساب وان شاء الله حنا غنمشيو نلعبوا الكره ديالنا باللعب ديالنا كيف ما موالفين وان شاء الله غنجيبوا كاليفيكاسيون من الكونغو ان شاء الله. المقابله كانت مقابله جميله صراحه قدم الفريق الوداد الرياضي ولا فريق تي بي مازيمبي قدمنا مقابله في المستوى اللي تمتع بها الجمهور. كنا زغلنا بزاف ديال الفرص صراحه ولكن الحمد لله استطعنا باش نسجلوا جوج ديال الاهداف اللي خلينا نمشيو نلعبوا في الروتور وحنا مرتاحين شويه. حنا عارفين المقابله اللي كتسنانا ليه فريق مازيمبي ماشي فريق اللي سهل فريق ديال الالقاب وفريق الوداد اكثر منه ان شاء الله.